اهلا بكم اعزائي المشاهدين، رجعنا لكم مره تانية. وكل اللي بيسال وعايز يعرف تفاصيل الوصيه الواجبه يمكن خليني اسال، او الجد توفى وعنده اثنين ابناء باحفادهم، وليه ابن كان مات وليه ابناء اللي هم الاحفاد برضو، العمليه اتعالجت ازاي؟ اتعالجت بان الفقهاء المعاصرين في الخمسينيات قالوا احنا عندنا باب في الفقه الاسلامي اسمه الوصيه. اسمه ايه؟ الوصيه. الوصيه كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا، يعني الوصيه للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين. تمام. فقالوا ندرس باب الوصيه، فلقوا ان جمهور الفقهاء يقول بان الوصيه سنه، لان الوصيه تبرع مضاف لبعد الموت. تبرع مضاف اليه لبعد الموت. بعد الموت. اما التبرع في الحياه اسمه عطيه. يعني انا لما اكتب لبنتي شقه او اكتب لابني سياره في حياتي ده اسمه عطيه، مش اسمه ايه؟ وصيه. لكن لما اكتب واقول لما اموت سيارتي تروح لابني فلان، ولما اموت شقتي تروح لبنت فلان، يبقى ده اسمه ايه؟ وصيه. وصيه. فالفقهاء درسوا الوصيه وقالوا ان الوصيه للوارث لا تجوز عند جمهور الفقهاء. الشيعه الاماميه قالوا يجوز، والقانون المصري اخذ بقول الشيعه الاماميه ونص على ذلك في القوانين المصريه. لكن الوصيه لغير الوارث اللي هو مين؟ مثلا لك ابن عم غير وارث، لك خال غير وارث، لك جاره قريبه او جاره مسكينه وانت عايز تكتب لها قرشين. فالاسلام حبب لينا ان نكتب وصيه تبرعا لغير الوارثين في حدود التلت لا تزيد، ولو كان فوق التلت يبقى محتاجة إذن الورثة، وإن ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا تجوز الزيادة حتى لو أذن الورثة. التلت بس. عملا بحديث رواه بعض أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت إلا ووصيته مكتوبة عنده. قال ده دليل في أصل وجوب الوصية أو أصل مشروعية الوصية، على اختلاف الأقوال في المشروعية هي واجبة ولا سنة. وايضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين ان الوصيه في حدود التلت، ان الله تصدق عليكم عند وفاه احدكم بثلث اموالكم زياده لكم في حسناتكم. الحديث ده وان كان في سنه ضعف، لكن الفقهاء بيقولوا ايه؟ بيقولوا جماله ان على تسليم بصحته يعني والعمل به، الاسلام بيرعى بخلي وبخل غيري من البخلاء. مش في انسان بخيل وبخل على الناس في حياته؟ البخيل ده على فكره طبع، وطبع سيء قوي ما يتعالجش. هو لابد من مجاهده النفس فيه. لابد من مجاهده النفس فيه. بس افترض ان كل ما يجاهد نفسه تغلبه، يرجع تاني تغلبه نفسه، تغلبه نفسه. بيبقى طبع فيه جيناته بقى يعني معذور يعني. وان كان ورد في الحديث لما نزل قول الله عز وجل قد افلح المؤمنون، قالت الجن قال الله عز وجل يعني لن يجاورني للجنة، لن يجاورني فيك بخيل أبدا. الحديث برضو في سنده مقال، لأن الأمر ده خطير. افترض أن بخله متأصل فيه يعني اتولد كده جيناته كده، ملوش حل زي ما بيقولوا. لابد من مجاهدة النفس. والطرف الآخر عنده حل، يعني يتعامل معاه وياخد منه حقوقه بغير علمه، كما ورد في حديث هند زوجة أبي سفيان لما قالت يا رسول الله إن زوجي شحيح ولا يعطيني من المال إلا ما أخذ منه دون علمه، فقال خذي ما يكفيك ووالدك بالمعروف. فاللي عارف له أب بخيل يجوز له إنه ياخذ بالقدر المعروف، مش بالزيادة. لو خد زيادة لا، ده غلول وحرام يعني بالاتفاق. لكن الاب ما بيصرفش عليه في تعليمه وهو عاوز يتعلم، وبقيه الاباء بيصرفهم، فمن حقه ياخد اذا كان الاب بخيل. لكن لو الاب كريم ومعتاد فلا يجوز التعامل من الخلف. ده باب لاجل علاج هؤلاء البخلاء. المهم انسان بخيل بس نفسه يعمل خير، وكل ما يعمل خير يرجع تاني، نفسه يسمع ونفسه ترجعه تاني، سهمه في بناء المسجد نفسه ويرجع تاني، يسمع ساهموا في اقتصاد مصر ومصر محتاجاكم يا مصريين، ويتحمس ويتحمس كل لما يجي قالوا عشان يتبرع يقوم يروح راجع في كلامه تاني. يقوم الاسلام يقول له ايه؟
يقول له طب انت بعد موتك هتحس بملك؟ ابدا، انقطع عمله. ايه رايك، ايه رايك لو انت قلت لو انا مت خدوا تلت مالي لاقتصاد مصر، خدوا تلت مالي لفقراء قريتي، خدوا تلت مالي لبناء مثلا مرفق عام في المدينه اللي عايش فيها او في الحي اللي عايش فيه، يبقى انت اخدت ثواب التلت وانت الفلوس ما طلعتش على مرأة من عينيك، يعني قلبك مش هتحصر. يا نهار ابيض، قلبك مش هتحصر، بس هتاخد ثواب التبرع كما لو كنت عايش. ده اسمه ايه؟ الوصيه. المهم الفقهاء قالوا ان الوصيه ديت سنه ما دام على الخير، ما هياش وصيه امر بواجب، يعني انا ما وصيتش ان علي حقوق، ديت واجبه. علي واجبات او ليا حقوق او علي واجبات، دي واجبه. يعني لي علي ديون لازم اقول، ليا حقوق عند الغير لازم اقول، ده اسمها وصيه بامر واجب. لكن الوصيه بالتبرع ده عمل خير ولا واجب؟ عمل خير، عمل خير عند جمهور الفقهاء. لكن ذهب الظاهريه وبعض الاماميه الى ان هذه الوصيه بالخير واجبه، عملا بهذه الايه: كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصي، كتب يعني فرضه. الفقهاء الاخرون الجمهور قال الايه دي منسوخه، او لو كانت مش منسوخه هي منسوخه بقيه المواريث، وعلى التسليم بانها مش منسوخه يبقى يعمل بها في الوالدين غير الوارثين والاقارب غير الوارثين، ويكون كتب مش معنى فرضه، اي شرع لكم افضل لكم. المهم الفقهاء اللي في الخمسينيات قالوا الظاهريه قالوا ان الوصيه للاقربين واجبه عملا بهذه الايه، فلماذا لا ناخذ بقول الظاهريه بان الوصيه للاقربين واجبه؟ فافرض ان انا ما التزمتش، فقالوا اذا يجوز لولي الامر ان يفرض علي ان انا انفذ فرض الله في المال ده لحقوق الاخرين. ازاي؟ ونضيق التنفيذ في نطاق، في اقل نطاق، وهو اقرب الناس اليك. فقالوا انت يجب علي انا كمسلم ان انا اوصي بتلت مالي لاقربي او ببعض مالي للاقربين. فالفقهاء المعاصرين قالوا ايه؟ اقرب الاقربين اليك احفادك، اعز الولد، ولد الولد، ولد الولد. لو سالت اي بني ادم بتحب ابنك؟ اه. طب بتحب ابن ابنك او ابن بنتك؟ يقول لك اكتر، اكتر. فقال لك ده اقرب الناس اليك. طيب يا جد، لما ده احب الاولاد او احب الاحفاد اليك ما بتكتب لهمش ليه وصية؟ لو انت كتبت تشكر، افرض ما كتبتش، فولي الامر بيقول انا هعتبر نفسي قائم مقامك، هكتب لهم. ولي الامر، ولي الامر اللي هو مين؟ القانون. ما هو القانون ده ولي الامر. طبعا طبعا، يا ايها الذين اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. اولي الامر دول مش كلام شفوي، لا، لابد ان يكون كلام محرر، المعروف عرفا كالمشروط شرطا، انما الطاعات في المعروف. فصار القانون هو ولي الامر. فالقانون نص عليه بقى، قال لفرع من يموت في حياة والديه حقيقة او حكما له ان يأخذ مثل نصيبه لو كان حيا، بشرط الا يزيد عن الثلث، فان زاد عن الثلث انقص الى الثلث، اللي هو قيمة الوصية، وبشرط الا يكون الجد قد اعطاه من طريق تصرف اخر ما يوازي حقه، فإن أعطاه أقل من ذلك كمل له من الثلث. أفسرها، أنا أب ولي ولدين، اتنين اتجوزهم وخلفهم، واحد منهم مات في حياتي، أصبح الولد اللي عايش هو اللي هيورث، والابن ابني اللي موجود الأحفاد ما يمشي الابن المتوفى، لأن الابن سيبنا بس أوضحها، ابن اللي عايش هيحجب مين؟ ابن ابني. فلما صار ابن اللي عايش هيحجب ابن ابني، التركه كلها تروح لابني. فالقانون بيقول هنعتبر الواد اللي ميت ده اللي هو ابو الاطفال عايش، فيجب ان لما وزع التركه اديله مثل نصيبه لو كان حي، بس بشرط لا يزيد عن التلت. انا عندي ولدين، لو انا اعتبرته حي هياخد كام؟ النص. لو عندي ذكرين، يعني هو اقصد بالوالدين الذكرين، الولد في النص، النص على طول، اقصد بالولد الذكر هياخد النص. النص اكتر من التلت ولا زي التلت؟ لا اكتر، اكتر من التلت، او ما نقصه للتلت. يبقى اصبح ابن اللي مات هديله التلت والتلتين لابن العايش اللي على قيد الحياه.
مش انا اللي هديله بقى الميراث اللي هيتم، لان انا مت بقى خلاص، فهيبقى التلتين لمين؟ لابني اللي على قيد الحياه التلتين، والتلت لمين؟ لابني اللي مات اللي هياخدها مين؟ اولاده الاحفاد. طيب تخيل عندي ثلاث اولاد، ولد منهم كلهم جوزوا وخلفهم، وواحد منهم مات في حياتي وخلف، فانا لما اصبح ولدين باقيين، فانا لما اموت مين اللي هيورثني؟ اللي عايشين. طب وابني اللي مات ملوش، فهنعتبره حي، وهيتم تقسيم التركه عليهم الثلاثه، كل واحد منهم التلت، فاصبح هياخد نصيبه، بس التلت كامل، لانه التلت هو الحد الاقصى للتركه. فده اسمه الوصيه الواجبه. ليه؟ لان القانون هو اللي اوجبها مش الشرع، القانون هو الذي اوجبها، ولي الامر هو الذي اوجبها، وهي وصيه ومشروعه في الاسلام. تخيل بقى لو انا كانت انا طلعت ذوق وطلعت كريم، ولما لقيت ابني اللي مات ده في حياتي صعب عليا واتأثرت، ورحت كاتب له تلت تركتي وصيه، تبقى نافذه والقانون ما تدخلش ما دام ما زادتش. القانون ما ينفعش يرفع ايده، لان انا حققت اللي القانون عايزه. افرض ان انا كتبت له النص السدس بس، السدس نص التلت، ما هو التلت سدسين. ايوه، افرض ان انا كتبت له السدس، يوم القانون اولاده بقى يرفعوا دعوه قضائيه وياخد ايه؟ السدس الباقي، البقيه التلت لحد ما يوصل للتلت. فاصبح لو انا كتبت لاحفادي مثل ما كان ابوهم يستحقوا، ابوهم ذكر او انثى، لان الوصيه الواجبه لفرع من يموت ذكر او انثى، سواء بنت او ولد اللي مات، لو انا كتبت لهم اقل مما كانوا يستحقوه لو كانوا على قيد الحياه، يبقى القانون بيكمل لهم، بس بشرط الا يزيد عن التلت. خد صوره اخيره، انا عندي خمس اولاد، الخمس اولاد دول ثلاثه اربعه منهم ماتوا في حياتي، اربعه منهم ماتوا في حياتي كلهم مخلفين، ما عادش غير واحد. تخيل لو انا طبقت الوصيه الواجبه هعتبرهم احياء كلهم، وهوزع عليهم خمس 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 خمس, 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 خمس. بس هيبقى اربع اخماس لمين؟ للعايشين، للي ماتوا، للي ماتوا، وخمس لمين؟ للي عايش، للي عايش. الاربع اخماس اكتر من تلت ولا لا؟ طبعا اكتر من تلت طبعا. فاذا هعتبر الاربعه دول لهم التلت بس، الاربعه دول لهم ايه؟ التلت بس، التلت بس، والتلتين لمين؟ للي عايش، للي عايش. ليه؟ لان دي اسمها وصيه مش ميراث. هي لو كانت ميراث هياخدوا حقهم، لكن دي اسمها وصيه. دي بقى باكد عليها ليه؟ علشان ارد على اخواننا اللي بيحاربوها وبيحاولوا يزعزعوا ثقه الناس فيها ويقولوا القانون اتدخل في الميراث. اقول لهم كدابين. طب ناكد عليها، القانون ما قالش ده ميراث، القانون ده قال ده ايه؟ وصيه. ناكد عليها بعد الفاصل، كان سقفه التلت، ناكد عليها بعد الفاصل مره ثانيه، عشان كده الامر بقى واضح جدا جدا ومتماس جدا ومتداخل في حياتنا. فاصل ونرجع لكم مره.